السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم الفيديو ديالي ان شاء الله غادي يكون نصف الدار ونصف برا. غالبا ما كنصور لكم بزاف وانا في الدار، حيت فاش كنكون خارجه برا كنستغل الفرص كاملين اللي كنستمتع بالوقت ديالي. اليوم قررت نستمتع بالوقت ديالي او ميم طون نصور لكم، فقررت انني نبدا نصور حتى درت كاع لا روتين ديالي اللي دائما كنشاركها معكم. ديال الصباح كنوض وكندير لا روتين ديال الوجه ديالي، كنصلي كندير هذاك الشيء كامل ديال الصباح اللي كنشارك معكم ديما، ومن بعد كندوز نخوي لا فيسيل. بديت معكم من هذيك اللقطه، دونك خويت لا فيسيل وقلت دابا نوض نصوب لي الفطور براك باقي ناعس، و او ميم طون هكا نجبد داك الشيء اللي هذا غنتغداو به، نجبدو من الفريغو نخدم شي خدمات ديالي، حيت العشيه ان شاء الله غادي نخرجوا كاملين عائليا مع دوستي خوت بوراك، غادي نخرجوا ان شاء الله كاملين. قالوا لي كاينه واحد البلاصه زوينه ان شاء الله في العشيه رانصورها لكم. دونك صافي هادشي اللي كاين، خليكم معايا نمشيو نصوبوا الفطور. غادي نخرج اول حاجه داكشي اللي غادي نحتاجو الغداء من الفريغو، وغندوز نصوب القهوه ديالي. على فكره اللور تما راه كاينه واحد البوشيطه فيها مدام كوكو، ديك راه واحد الهديه صيفطتها ليا مرات الشاف ديال راجلي في الخدمه، نسيت ما شاركتهاش معكم، راه حليتها واستعملتها. المهم صافي غندوز نصوب الفطور ديالي. هنا جبت الطوسه، الطوسه داك يكون واجد جابو بوراك وقلت اجي نجربو، فاش جابو قلت لي ما هذا، ولكن صدق زوين. صافي ها هو فهاد الحليب، غادي نصوب الفطور ديالي. دابا طريفات ديال الكيكه كنت صوبتها البارح، غناكلها دابا مع القهوه وكنتفرج في المتوحش. شكون كيتفرج فيكم في هذا المسلسل هذا؟ قولوا لي تحت في لي كومونتير. والقلب محمر هاك الخمر لا بريالاتي لي فنانه مانطياب ميجام ميه شكادم بني اخشام ماذا البرد والمص زاتن بن بيتانسني يدم ايه نادي şimdi dolapta sevmiyorum öyle şeyleri diye tost dışarıda her şey dışarıda yani senin yapacağın buzdolabından alıp tosta koymak hiç uğraşmayacaksın yani. Dolapta. Evet güzeldi. Direkt düz bak kır kır. Yarabbim. Nereye faktin? Olmaz aşkım, ayağım çıplak, bunu kesersin. Zoomlaşacağım parmaklarını. Kesersin, kesersin. Zoomlaşacağım parmaklarını diye. لقيتوني كملت الخدمه، مشيت صليت وجيت دابا غادي نوجد ان شاء الله الغداء. غادي ندير فلفله معمره بالرز والكفته، هي اللي غادي ناكلو ان شاء الله اليوم، ومن بعد غنوجد راسي ونخرجوا ان شاء الله. نوجد راسي بمعنى غادي نلبس، ما فيا اللي يدير لي ماكياج حتى شي لعبه. دونك غادي نلبس عليا وغادي نخرج، حتى ديجا ما غاديش يقدنا الوقت. يلاه يلاه نطيب، غادي يفوت لينا الحال وفي الليل خدام بوراك، دونك ما غاديش نقضوا نوازنوا بالوقت. شنو دابا الميوزيك؟
انا كيعجبوني الاغاني ديال الراي، ومؤخرا ولاو كيديروا ليه واحد الريمكس زوين باش نستمتع شويه بالوقت ديالي من غير هو. نورمالمون انا كنشعل لي بودكاست فاش كنكون كنشقى ديال الدار، مي دابا تشهيت نسمع هاد الموسيقى قديمه. ايوا ندوزو للغديوه ديالنا. هنا غادي نصاوب فلفله معمره بالروز والكفته. دونك انا غادي ناخذ واحد الكميه كصغيره ديال الروز اللي خرجت بزاف من بعد، ما عرفتش علاش فين ما كنصاوب مثلا لي بات ولا الروز هذا ديما كنصاوب داكشي كتير، مي الحمد لله ما كيضيعش، يعني كناكلو ولا كيدي معاه براك الخدمه. المهم علينا، هنا غادي ناخذ داك الرز اللي ديجا غسلته مزيان، غادي نديرو في كسرونه وغادي نحطو يتسلق نص سلقه. من بعد غادي ندوز هكا نقطع بصيله نشلضها مزيان. وكنقيها هكا ثلاثه الفصوصات ديال الثومه. من بعد كناخذ طنجره كندير فيها زيت العود وكنحط فيها البصله ونخليها تدبل وكنحك معاها هكا حتى الثومه. في تلك الاثناء كنلقى داك الروز ديالي تسلق نص سلقه، كنمشي نصفيه حتى هو. وكناخذ هاد مطيشه اللي ديجا كتكون عندي واجده كيف ما قلت لكم، كتصاوبها ليا دوزتي. كناخذ هناك جوج معالق عيني تقريبا شي مطيشه وحده كبيره محكوكه، وكناخذ معلقه هكا نص معلقه كبيره ديال مطيشه الحك حتى هي كنخلطها معاهم مزيان. وكندوز نحط الكفته وندير الاقامه. بالنسبه للقامه كندير هنايا الملحه على حسب الذوق، وكندير البزار سكينجبير الخرقوم والتحميره. صراحه انا هذه الاكله هذه شنو نقول لكم، استعنت بماما صراحه كاع الاكلات كنستعن بماما، مي وكنحاول نزيد شي حاجه ولا كنقص شي حاجه. بعض المرات كنعصب على لقات شي حاجه باش هي هذيك في اليوتيوب، مي كوميم صراحه داكشي اللي كتعطيني ماما كيجي بنين بزاف. المهم علينا، هنايا خديت داك الروز خلطته مع هاد الشيء هذا كامل، ونسيت الربيع بيان سور زدتو حتى الاخر. دونك انا زدتو خلطت كلشي مزيان، وغادي ندوز نعمر هكا الفليفله ومطيشه. اوري يا ديل يمرت اعظم اعظم طبيعي كسر. سنين قبل قلت لي واش خديتي الكسر، واحد اللعيبه كيديروها فاش كيجيو مثلا الناس وهادو، ولا كتسهل لي دغيا كيجيو عند الضياف وكنبقى نشها انا بزاف وكنديرها. ايوا قلتها لي انايا في الصباح، قلت لي شوف راه سال هذاك الكسر، دابا خرجي تقضى خرج على حاجه اخرى وجاب. قلت لي قلت لي تبارك الله عليك عقلتي، قال لي مالي انا هو نجي شكون ها يا مورتا مورتا خويمة او زمان عالديس بلا مار ثانية الاشتر باك سباكيتي ثانية الاشتر سباكيتي باردة سانكي مانت ايه ابتر باش كمي قلت iki tane daha krema. Aynen. Kullanmadığımız kremalar. Yo, kullanırsın. Burada var artık. Bir sürü var. Her gittiğinde getiriyorsun. Evet. Yumurtayı da koyayım. Yumurtalar. Bakayım getirdiğin ekmek. Çok merak ediyorum. İşim olmasaydı ekmek yapardım. Yiyecek bu büyük biberi. Spagetti della carbona. Ve ay teşekkürler. Bir tane cornflakes. Bakırız şimdi el video. Cornflakes. Bir tane daha
Soğuk aldım. Sevdim diye. Tamam, güzel yaptım. Bulgur. Bulgur dikti, işte kısır. Bir tane daha küçük bir tereyağı aldım. Evet. Ve çekirdek aldım. Evet. Hepsi 620 lira. Şaka mı? Bana ne? Kocam öder. Oh, bu biber var ya, çok büyük. يا رب قلت لكم حنا مخسر لي الفيديو كامل. انا كنقول لكم خصيش صور باش يكون معايا. نوب يوسف الله شكون يا بنيم كويدوم يري يري كوي اوردو ميد لان بو شو كانون شوان düzelttim acaba böyle karnın şişman gözüküyor benim mi evet buradan sanki hamile gibi gözüküyorsun. Burada şey var. Başört var, hamileyim sanacaklar. Ah anne, ah anne. Meister. Lahash var. حتى انا الله يستر ما ديش انا مره كنت تصطاو بحال هكا كنبغيو نضحكوا هكا شويه. المهم خديت انايا الهاشوار درت فيه بصيله باش هكا نطحنها ونصوب المرق ديال الفلفل ومطيشه معمرين. دونك ناخذ هكا بصله كنحطها وكناخذ الثومه حتى هي كنقيها وكنحطها. كنزيد الربيع حتى هويا وكنزيد معلقه هكا ديال مطيشه او تقدروا تطحنوا مطيشه نورمال. ومن بعد كنزيد على كل شيء وكنخلط مزيان. ايوا دزت انا هنايا لانه ديما كنشيط الروز قلت زعما نشدد الروز هذا نديرو مع المرقه صراحه كيجي زوين. المهم زدتو على داك الشيء خلطتو مزيان غير جات خاطره فهمتوا. وصراحه انا كتعجبني ديك التعليكه ديالها. المهم نفس الاقامه اللي درت في الكفته يعني في العماره ديال الرز الاول درت عيني ميزاني باش ما يجيش داك الشيء كثير فاش حطيت هاد الخليط الثاني صافي. وهنا كنستف الفلفله وداك الشيء كامل كنروي عليهم كنسد ونخليهم يطيبوا. كملت كلشي غسلت داكشي اللي كاع ما كنحطو في الماكينه دابا كيطيب الغديوه ديالنا. الجو شويه تقلب يعني ولكن غنخرجو ان شاء الله دابا الدار يعني ولا شعلت الضو. يلا يلا الله كلينا شبعنا عمرنا الكريشه. دابا غادي نبدل اليد غير لانه تعطلنا بزاف بزاف. شوفوا ندير انايا حقا كنشر الحوايج هنايا حيت برا دابا الشتا وداك الشيء ما كنشرش برا درتو في هذا البيت هذا اللي عندي هنا. ما علينا انا غادي نلبس عليا خفن زربن باش نخرج ان شاء الله و نبدلوا شويه الجو. You are the vine, we are the branches. Evet, sıkıntı yok ama artık benim kanalım burası. Ona göre arkada rehin aldım. Tutsak. Evet, el sallı. المنظر المنظر كيف حالك؟ كليبات مشيشات شو مقام مضاربي مع بضيات شو مقام شبلات Burada kadınlar plajı yan tarafta var zaten anne kadın plajı. Hayır arka tarafta kadınlar plajı var burası değil ya kadınlar plajı. Annene babana da atarsın. Tabii ya.
طبيعي. بدا طوالت دربار كان واحد الجو واحد الجو واحد الصفاء واحد الجو واحد الصفاء كيفاش داير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Bak oraya da gidebilirsin. Zuin. Güzel. 10 say 20 verdiği için geri kalan onun da cebine attığı için. Bak da hatta çatına sıra. Hadi manzar ama yaxdı makla. Sinna makla ana şbaan. Daha gara. Bizim Hanefi. Anne kalamar ya. Kalamar. Karides değil. Kalamar da. ايوا حنا هنايا وراء الكواليس كنتناقشوا على الكالامار على الكروفيت. هما في المذهب ديالهم ما كيتكالش يعني مكروه ولا حرام صراحه ما عرفش بالضبط ولكن كياكلوا راجل كيعجبو بزاف هو خوه. حنا عندنا كناكلو هما عندهم اي حاجه ما كتشبه زعما الحوت لا تؤكل وما عرفتش يعني بوراك خداوتني واحد الطريف ديال الحوت كيبان مشبعش. المهم هنايا كلينا وخرجنا كبير كلينا شبعنا دابا غنتمشى حدا البحر واخا ما فيهش الريح عندنا مدينه جاكره جاكره عندنا Speaking your word and being able to listen, I can do nothing apart from you. No, بغيت نوريكم هكا خفن زربن حيت كنتو كتسولوني ديما كنقول لكم زعما راه الحليب كنخليه في الثلاجه حتى 25 يوم ما كيخسرش ليا. صرفت ليا تقريبا شي 5 لتر ديال الحليب بالليه. المهم انا شديتها فيضتها مزيان في البلاصه كنجهز عليها العافيه كنفيضو مزيان هكا في واحد الطنجره كبيره ومن بعد كنديرو في هاد القريعات هادو ديال الدجاج وهو باقي سخون كنسد عليه يعني داك الهواء كيمشي كامل دونك كيبقى بحال قلتي ما كيخسرش دغيا. المهم راه كاع ما كيخسر. جربوا الطريقه هذه راه بقى لي شويه هنا هذا غنستعملو يعني غدا ندير شي تحليه ولا هذا نفطرو بالقهوه ولا شي لعيبه قهوه بالحليب. المهم خليهم هنايا غير يبردو شي شويه عاد نحطهم في الثلاجه. المهم رجعنا استمتعنا صراحه بالوقت حسيت بواحد التغير كشميت الهواء واخا البحر ديالهم ما فيهش الريحه مي كوميم شفت هكا المنظر ديال البحر وداك الشيء. الحمد لله صراحه دازت شي زوينه قلت ما حد يدير هذا الزيف لانه كنت بعد المرات ما كنديرش معكم الخاتمه ديال الفيديو. قلت يلاه الحق بوراك لبس حوايجو ديال الخدمه وخرج وانايا دابا عاد صليت وقلت ما حد يدير الزيف ندير معكم الخاتمه حيت كنساهم معكم ديما. بغيت غير نقول لكم شكرا لكم على المتابعه وشنو تبغيو في الفيديوهات القادمه بالضبط كتبوا لي في لي كومونتير والقدر اللي كتبتوا لي ديال لي كومونتير القدر اللي غنكون ممنونه بزاف من يعني هادشي اللي غديروا على قبلي ولي لايك والناس جداد ما تنساوش ديروا ابوني. شكرا لكم على التفاعل على الفيديوهات اللي قبل كنبغيكم بزاف تهلاو لي فراسكم كنحماق عليكم بسلامه.